نور ناس لعزاز، كديري لاباس عليكم بخير. فغادي نشارك معكم ايضا، نكمل معكم فلوق ديالنا، نشارك معكم الخريجه ديالنا. ايوا خلاص احنا وجدنا راسنا، الوالده حتى هي وجدت راسها ما شاء الله. شوفوا شوفوا الضفيره، شوفوا الضفيره ديال الوالده. شوفت لي الضفيره واعره واعره الوالده، كدير الضفيره زوين. كي داير الوالده؟ الحمد لله. صبحتي اليوم؟ والله الا الحمد لله. واش كيقول لي الناس خديمه ما كدوي هي في الفيديو بزاف، راه كنحماق عليها. قولي لي بزاف كنخربق بزاف. كتخربق قاعد تقول الوالده. وي مسكينه عفويه. والله عزيز عليا نضحك، ما نكذبش عليكم، عزيز عليا شي حاجه نضحك وصافي، بغيت غير نضحك صافي. ماما وليده مسكينه، الله يخليك لينا يحفظك لينا يا ربي. انا كنبغي غير شي واحد اللي نضحك معاه، ما عنديش الصداع. لا ياك الوالده؟ لا عزيز عليا. خصك دوي، خصك دوي شويه مع الناس، كيقول خلي ماما كدوي. انا صافي غندوي ان شاء الله، انا غندوي ان شاء الله ان شاء الله. المهم خلاص عادي. شوف اش كيدير، هو في الصالون مقابل بنته هزه. وجدناها وكل شيء خلاص، وجدنا البوسيت ديالنا. اليوم ان شاء الله هانتوما تشوفوا فين غادي نمشيو. ايوا هانتوما وجدت البوسيت ديال داكشي كامل غادي ندي هنايا. خلاص هادو اللي غادي نفرشوا البلاصه اللي غنجلسوا فيها. ديت هنايا التريموس ديال اتاي، وهنايا كاع داكشي سقاطه كامله كاين هنايا. حاشاكم هنايا الزبل اللي غادي ننزل. ايوا خلاص الوالده اش كديري تما؟ بغنهز الصباط ديالي. يلا عرفتي من الصباح مساكن كيتسناو فيا، كنت كنشرب الحسوه، قلت لهم انا ما نخرج من الدار حتى ناكل. الصداره ريتات. ايوا الزرابي خلاص باقي ما فرشهمش، هادي الكاشه المينطا. ها الصداره ولا اش غدير؟ ديس الا بغيتي غير ترتاحي فيها. الصباط الصداره. الا بغيتي لبسي ديك الجديده. لا بالصداره. اه صافي الوالده كترتاح في الصندال. نعم متعوده هيك الوالده. اه يلا بسم الله نتوكلوا على الله. ان شاء الله. تبارك الله عليك هاد ميسيو. اهلا. الله يحفظك لينا وين جيك يا ربي. اهلا الله يطول بعمرك. شكرا درك. ايوا الله يحفظك. اش كدير؟ اش كدير؟ فين غادي بينا؟ والله كاع رايحين. فان بتودينا السيارة. دابا؟ ايوا. ايوا هانتوما شوفوا. اليوم اليوم تندور شوي هيك تنسوي. كنت قبل كنجلس حدا علي، كنصور الطريق، كنصور كل شيء. ايوا خلاص هذا مكان. ناس العزاز احنا وصلنا لفلوريا، جينا لفلوريا جابنا علي. ايه الوالده؟ ايه علي شوف راه ما بقاش كيخليني نشد بنته. لا طبيعي يا راه المهم هنايا الضو شويه ناقص، تمشي شي بلاصه واحده اخرى وندوي معاك. شوفوا المكان غزال. اوكي المهم شوفوا ما شاء الله عادي انا وعادي. ها صافي راه ما بقاش كيبان انا وعادي. ايوا ايوا والله يعني مده طويله. المهم جينا انا وعادي كيف ما قلت لكم الوالده لفلوريا والبنته رويا. رويا رحنا رويا صراحه انا قلنا ما بقيناش كنحملوا البلايص يكون فيهم السحاب بحكم البنته. لا هيك حدا ومع البوستات قدام كناخذوا شراحنا ياك. يا طبعا لما تروح بالكافيه يعني تنقول رحنا لمطعم كافيه اشهر بطلق هذه هيك ناس عشان الحين ما نقول على الاقل مشان كمان ناخذ هيك لفه بهذه الحديقه. إيه؟ البنت كمان هيك تاخذ اكسجين، نحن كمان نفس الوقت، فعشان هيك هالشيء لما كان احسن بصراحه. لا والله ديما كنمشيو لبلاصه كيكون فيها البحر، شي كيكون فيها حجره جريده بحال ما هكا كيكون فيها فين نجلسوا فين نديروا بيكنيك او سينو نمشيو للمول. أيوة أيوة على الأقل، وحتى إذا رحنا المولات إذا لاحظت ما نروح مثل المول أتشوك ولا مول كبير هيك يعني. كبير إيه. وأي بتنا كبير هذا الشيء. هيك عادي. أي لا والله. الوالدة راه هاي قدام الوالدة. إيه صافي هذا مكان شاكم معكم الخارجة ديالنا كيفاش غادي تدوز، شاك معكم الأجواء هنايا فلوريا في الصيف بالليل. شحال هذا مبقينا شاكنا معكم حتى شي حاجة. الجو حاليا حلو. ما شاء الله زوين. ولكن لتحت ما ندري. حنا نشوفوا. كبيرة. ها؟ ما شاء الله. ها كبير كبير. ايه لسه هاي مازال تحت ماما غتشوف هذا المنظر داخل الطوال. هذا ولا شيء هذا الربع من قوة الله. ما شاء الله ماما عاجبة الحال. والله كيف ماما؟ والبلاصة تبارك الله نقية. اللي خرجتي في تركيا زوين. كيف ماما؟ اه البلاصة سبحان الله اللي مشيتي زوين. واحد انت عويناتك زوين كيشوفوا البلاصه زوينه. إيه؟ هذا مكان. هاي هاي قلت العيب كل عايش كيمو بنته. هنا قريب المطار بندور كي حنصور في درجه عجب. اذا رحنا هاك الطرف بكل طريق والله بالماء هاي نجرب حظنا هاك الطرف. يلا يلا حتى اذا هاك هون اوتوبان. بنتي بنتي ها
حتى ما قبل ما تنجرف مرة ثانية لا والله ولدي خلي لا ولدي أخلي عندي قلت لك علي Ben onun yanına gittim. Burası güvenlik olarak oldu. Sen de oraya yakın mı? Selim. نري عالي عقلتي والله قال لي قلت لي يلا عافو بس كن اتتحرموا احنا هسه يلا نغلي على الالعاب يلا نطلعوا في الالعاب قال لي واخا يلا ياك لا بزز باش طلعت الصراحه طلعنا ديك اللعبه اللي كتطلع السموك الدور صعيبه بدك يقول لي نعيمه الطنسين زل لي قلت لي يدخ نعيمة قلنا نزلوا نعيمة بتشوفي وأنا شدتيش أنا الدوخة ولد صفراء ماما ها ما بحد هذيك هاي شوفوا الناس هاي ركبنا فيها هاي هذيك طلعت بحال ماكا هاي هادي تقول هذه القراصنة ما نعرف شو شو كدي مع باباها سبحان الله العظيم سبحان الله المهم خوتي زاد نشارك معكم هنا شنو جبت معايا المهم ما تضحكوش علي شي حاجه هنا غريبه ماما انت ما تقصيش اخبار شنو داير هنايا جبت معايا هاد الباندومي حطيت فيه ثلاثه ديال الفرماشات والمص الصراحه ما قلتش عليكم انا جبت معايا التوسكو ديجا كان محلول قلت ناخذ هذا المحلول هنا جبت معايا كيسان ديال اتاي هنا جبت معايا هذا فيه مكسرات كاملين جبت معايا البنان وشنو اخر جبت معايا هذا البسكوي ديال الزر ديجا حنا كلينا في الدار وكلشي خلاص هذا ما كان واتاي طبعا الترموس ديالنا ما غاديش ننساو عشان باقي سخون من برا ما كيبانش سخون عادي لا زادني زبين دمك هذا رايح يجلى ياك ترى الهلية ترى السنسين فلاش فلاش على البنت إذا عطل شو كان اسمه إذا عطل السخونية طب هذا لبرا إيه وصف هالشي اللي كاين يلا نكبوا أتاي ومن بعد إن شاء الله نرجع لكم شوفوا الأجواء ما شاء الله غزالة جلسنا هنا كنا جلسنا حدا الألعاب معجن الصوت بزاف وجينا لهنايا صغيرة هيك علي اش تقولي يا ماما ها نددي ما تسيتي امي كي يا زعما كاين هذاك الشيء ماشي شغلي شنو ماشي شغلك شنو ماشي شغلك الناس ما فهموش شنو ماشي شغلك فهمي الناس اش غلط انا ايوه ماما واش تقولي المهم الناس العزاز هنا جيت معايا السلو يا ريت كنت لاجيبي 10 كيلو حق الله العظيم 10 كيلو عرفت شحال غايك وانا عارفه غادي القوام وكذا غادي 10 كيلو غادي يعطيك فلوس وغادي يعطيك فلوس يلا حالا وليدي هذا صاحبي جديد نبيع حبات نشري بعدا ويلا صافي الله يكثر خيرك ما بقيت مع والو ليني شي حاجه بحال بس النمله ياه لا شي حاجه ضرباتني بسم الله الرحمن الرحيم مالك مع عين على شكل والله ديك تضحك فيا شو مالك ها وي العطيه راه جاي واه علي شوف القمر شوف القمر ما كيبان سبحان الله العظيم شوفوا ما شاء الله قلت لك ماما واش هذا القمر ديال بصح لا هذا العام قلب المغرب بس هذا واحد في 8 جوج في 8 دابا جوج في 8 واحد اوف سمتنا بالضحك طلعت واحد الحاجة الله يا ربي الله علاش بعدا ضحكك احسن خرجه والله من غير القمر ما كناش كنضحكوا على القمر والله كنا كنضحكوا على حاجه اخرى اوف الحمد لله الشكيله والله الا ضراتي باش نشرب شويه ديال اتاي نشوفوا هاد اتاي كما طاحت فيه شي بخوشه لا بتكون لزز والله يزيد واه عادي روحي لا ما كنتش مسها بس شو حتى طلعت اللي راسي ها مزيان صح ماما؟ ها
ما جبتوا ماي دهمة؟ كلمة دي الرؤية خذ. هاي بيقولك تصور فيها. أنا نادر بديش كلمة طعمك يا. هذا فتحت مك بيكاش. تمام. أي زاد دايبة. دايبة بزاف. ها أحسن. تسوي لك مرة تانية؟ تحط ديك البيسكوي في أتاي. فأخذها بالمعلقة. كيسة. زين. انا كنوكل بنسوك يوكلني ايه ماما يا بلانيا ضروري انا ناكل راسي انت عينا على القمر ماما قالك عايز تشوفي في القمر طلع لي حقك انا اللي قد ضحكوا فيا والله العظيم والله لا اجواء زوينه والله اجواء زوينه والناس ما شاء الله الدنيا تفجر صراحة الدنيا تشوى زاهية تبارك الله على الباطيات شوف الناس تبارك الله تشجيج والله يسوى امين المهم معرفتش شفت هنا واحد البقالة طلعت لي شو قبيلة يا ربي السلامة واحد لعندي لواحد جارتي وحق الله العظيم تضربت راسي مع الباب ضربت ضربة خايبة مين نزلت لتحت عند راجي وماما كتيهم نايت بقلت انا ياك وليت انا مازال فوق الكاميرا ما كتبانش عتيني حمراء وزرقاء شي شويه هيك عالي ها زرقاء شويه لا لا شي شمس انا بالله والله اصلا كضرني شويه ايه واش غنديروا ما شاء الله هنايا هاد الورود اللي حاطين شحال زوينين فن البنات هادشي زوين بلاصه زوينه بلاصه كتستاهل انكم تجيو ليها شوفوا علي كيف العاده هز بنيته الوليده ياد ايوا المهم الناس العزاز غنسالي معكم فيديو هنايا والله العظيم داك النهار زوين بزاف وعمري تنسى غادي يبقى ذكرى عندنا مع الوليده ديالي الله يحفظها ليا وين جيها ما نكونش عليا يا ربي يلا المهم خليتكم على خير كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى دائما نكون على حسن الظن ديالكم ما تنساوش تخليو تحت الكومونتير التعليق ديالكم الزوينه تصبحوا على خير